بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل الكلام على الميتابوليزم واخر خطوه اللي هو الكترون ترانسبورت سيستم. الكترون ترانسبورت سيستم دي رقم خطوه رقم 4 في الايروبيك سيلر ريسبيريشن او التنفس الهوائي في وجود الاكسجين اللي بيحدث داخل الميتوكوندريا. ودي الخطوه الحقيقه رقم 4 اللي هي يوتيلايزز ذا نات اتش and the fat H2 to reduce in glycolysis and preparatory reaction and Krebs cycle. يبقى في ثلاث خطوات قبل كده كلهم كانوا بيطلعوا هيدروجين والكترون على هيئه ناد H او ناد H وفات H2. الخطوه الاخيره بقى هي اللي بتستقبل الايه الهيدروجين الموجود والالكترونات طبعا في من خلال الالكترون ترانسبورت سيستم. This occur in the Christie. ده بيحصل في الكريستي اوف ذا ميتوكوندريا. يبقى الخطوة الأولانية الجليكوليسيس دي كانت بتتم فين؟ في السيتوبلازم في السيتوسول. البريبراتوري رياكشن والكريبس سايكل الاتنين دول كانوا بيتموا فين؟ في الماتريكس اوف ميتوكوندريا. الخطوة رقم 4 دي تحدث فين؟ at the كريستي اوف ميتوكوندريا على الأعراف الموجودة في الميتوكوندريا. cannot occur without oxygen. يبقى الخطوة دي لا تحدث من غير الايه الاكسجين، لان الاكسجين act as a final acceptor بيستقبل ايه؟ بيستقبل الهيدروجين الموجود في الفاد والناد ويتحول بعد كده الى ايه؟ الى جزيء مية. طيب اذا ما كانش فيه اكسجين يبقى الخطوة دي اكيد لا تحدث الا في وجود الاكسجين. الحقيقة ده الأوتر ميتوكوندر ممبرين وده الإنر ميتوكوندر ممبرين وده الماتريكس اللي هو المادة الداخلية الميتوكوندريا وده الإنتر ممبرين سبيس اللي هو الفراغ ما بين الغشائين. طيب الناد والفاد الموجودين بيحملوا هيدروجين وينطلقوا على الإلكترون ترانسبورت سيستم. والإلكترون ترانسبورت سيستم تحدث على الإنر ميتوكوندر ممبرين أو على الكريستي. هتلاقي فيه موجود في بروتينز موجودة اللي هي الاف ام ان والبروتين كيو. دول بيبقوا بيعملوا عملين اكسبتنس او دول اللي بيستقبلوا الهيدروجين الموجود في الناد او الموجود في الفاد. بعد كده الالكترونات اللي عبارة عن خط الوسهم ده الالكترونات بتنتقل من مكان لمكان من بروتين لبروتين لحد تنتهي خالص في النهاية بتكوين جزيء المية. يبقى ده الجزء الاولاني خالص وده نص الايه الالكترون ترانسبورت سيستم يسموه الكترون ترانسبورت تشين اللي هي سلسله نقل الالكترونات اللي بتنتهي بتكوين المية داخل الماتريكس للميتوكوندريا. لحد هنا ولسه ما فيش طاقه اتكونت. الجزء الثاني من الالكترون ترانسبورت سيستم اللي هو اوكسيديتيف فوسفوريليشن وده بيتم على البروتين الموجود ده لو عبارة عن الشانل بتمرر الهيدروجين داخل الماتريكس مرة تانية وفي نفس الوقت act as enzymes اللي هو بسموه ATP synthase. ATP synthase اللي هو بيبدأ يبني ATP طبعا بيعمل phosphorylation للADP مع الفوسفورس ويحولها للATP. Again this is the matrix and this is the outer mitochondrial أو inner mitochondrial intermembrane space وطبعا هنا الـ outer mitochondrial membrane. بيتم فين اللي هو الإلكترون ترانسبورت سيستم بيتم فيه الـ inner mitochondrial membrane أو at the كريستي. والحقيقة زي ما موجود كده بنقسمها لك الإلكترون ترانسبورت تشين وأوكسيديتيف فوسفوريليشن. طيب الناد H اللي هو بيحمل هيدروجين والإلكترون والفاد H برضو اللي هو هنا موجود هنا الفاد H2 بيحمل الهيدروجين والإلكترون. الناد passes the electrons to the FMN الموجود اللي هو موجود هنا ده والفاد H ليه الكيو الموجودة في الخطوة 2. يبدأ الإلكترون يتنقل من مكان لمكان للسيتوكرومز بعد كده سيتوكروم BOC و A1 و A3 بعد كده في الآخر خالص يبدأ كل اتنين هيدروجين مع اتنين إلكترون مع نص جزيء المية نص جزيء أكسجين يديك جزيء من الايه المية. طيب لما يبدأ الناد H والفال H يمرر الهيدروجين الهيدروجين بيتحرك في السبيس الموجود في بين الغشائين في الانر ممبرين سبيس في الميتوكوندريا. كل مرة الهيدروجين يطلع بره في السبيس يحصل تراكم للهيدروجين الوقت فين في السبيس الموجود داخل ما بين الغشائين.
فيحصل تغير اسمها الكيميو اسموزيس، الكيميو اسموزيس او الاسموزيه الكيميائيه، نتيجه زياده الهيدروجين الموجوده يبدا يتحرك من التركيز الاعلى للتركيز الاقل عن طريق الديفيوجن. لكن طبعا ده ايونز ما يمرش من خلال الغشاء ده نفسه، لازم له ناقل او تشانل اللي هو الجزء ده اللي هم طبعا اكتشفوا بعد كده ان هو تشانل وفي نفس الوقت انزيم، فبسموه الـ ATP synthase، بيمر الهيدروجين وياخد الطاقة الموجودة اللي في الهيدروجين ويحول الطاقة دي من الـ ADP والفوسفورس يحولها إلى ATP، ويبقى دخل الهيدروجين تاني للماتريكس واستغل في تكوين المية. ده باختصار إلكترون ترانسبورت سيستم، عبارة عن إلكترون ترانسبورت تشين، سلسلة نقل الإلكترونات بتنتهي بتكوين المية، بعد كده يحصل أكسدة الهيدروجين وفسفرة للـ ADP وتتكون جزيئات الـ ATP. ده الانزيم اللي هو الـ ATP synthase اللي هم اكتشفوا انه هو channel بتمر الهيدروجين من التركيز الأعلى للتركيز الأقل، وفي نفس الوقت عبارة عن انزيم بيحول الـ ADP والفسفرس إلى الـ ATP. طبعا ده sources of energy، طبعا مين source هو الكربوهيدراتس، long term energy storage الفاتس، والemergency case هو البروتين. the net result of the energy yield per one glucose molecules، وعند جزء الجلوكوز يتحول يبقى 2 بيروفيت، هيطلع طبعا ند اتش. ند اتش طبعا على طول للفاينل ستيب اللي هي الخطوة الأخيرة اللي هي الالكترون ترانسبورت سيستم، اللي بيحصل فيها اكسيديتيف فوسفوريليشن وفيها الكترون ترانسبورت تشين والكيمو اسموزس اللي قلنا عليها، ترانسبورت اوف هيدروجين فروم هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن فروم ذا سبيس تو ذا ماتريكس اجين، من خلال التشانل الموجوده في الانزيم اللي هو بسموه الاي تي بي سينسيس. اول خطوه بتطلع ناد اتش، ثاني خطوه اللي هي الترانزيشن رياكشن برضه هنا اللي هي ما بتطلعش طاقة لكن بتطلع بس ناد اتش وكربون دايوكسيد. بعد كده الاستال كوانزيم اي هيدور دور الكريبس ده مرتين ويطلع لك برضه 6 ناد اتش و2 فاد اتش، يبقى كل وقت الخطوات الثلاثة الموجودين دول بيطلعوا ناد اتش وفاد اتش2، كل ده بيروح لاخر خطوة خالص اللي بيتم فيه الكريستي الموجودة في الميتوكون. يبقى أول خطوة خالص بتتم في السيتوبلازم بتدي الـ 2 ATP، الخطوة الثانية ما بتديش طاقة، لكن الخطوة رقم 3 بدي رقم 1 رقم 2 هي التفاعلات التحضيرية، ودي رقم 3 اللي هي الكريبس سايكل، ودي رقم 4 اللي هو الاكسيديتيف سوري اللي هو الالكترون ترانسبورت سيستم. دي هتدي 2 ATP، يبقى المحصلة دلوقتي 4 ATP. اخر خطوة تديك 32 او 34 according to the type of the cell، كل خلايا جسمك بتدي 32 ما عدا نوعين بس من الخلايا اللي هم الهارت والليفر بيدوا 34 ATP، وبالتالي الطاقة الناتجة الوقت دي اما تكون 36 ATP او 38 ATP per one glucose molecule. التوتال اي تي بي برودكشن ثرو ذا انتاير سيستم، خلال كل الجسم او خلال كل التنفس الهوائي، هيطلع لك زي ما قلنا 2 اي تي بي من الجلايكوليسيس، وما فيش طاقه في الخطوه رقم 2 اللي هي البريبراتوري رياكشن، ويديك 2 اي تي بي من الكريشا سايكل في تو تيرمز، و32 اور 34 اي تي بي فروم ذا الكترون ترانسبورت سيستم، يبقى المحصله فعلا 36 او 38 اي تي بي. طيب ده الجلوكوز يحصل جلايكوليسيس هيديك 4، لكن هنستخدم 2 يبقى المحصلة 2 ATP. الترانزيشن رياكشن هنا ما بيطلعش ATP، لكن الكريبس سايكل بيطلع لك 2 ATP. بعد كده هنا يديك 34 ATP، قلنا 32 أو 34 على حسب نوع الخلية، هيديك في الآخر 36 أو 38 ATP. عشان نوضح بقى 32 و 34، يبقى لازم تعرف في المقدمة خالص ده الاختصار. هنقول ان عندك جلايكوليسيس هيدي ايه، عندك 4 ATP، لكن هو بيستخدم 2 عشان يكسر الربطة في البداية خالص، فيبقى المحصلة خالص النيت جين اوف ذا سيل هو 2 ATP من اول خطوة. الخطوة الثانية قلنا لا تنتج ATP، ما بتديش ATP. طيب
طيب الخطوة الكريبس سايكل بعد كده هيديك 2 اي تي بي فقط، 2 اي تي بي. طبعا هما الاول اتكونوا على جي تي بي وبعد كده تحول يبقى 2 اي تي بي، وده الموجود من الكريبس سايكل 2 اي تي بي. داخل الالكترون ترانسبورت سيستم هيبدأ يحول الهيدروجين، الطاقة الكامنة في الهيدروجين سواء كان بقى في الناد او الفاد، ويحولها لك الى طاقة. لازم تعرف ان الناد، ان الواحد في الناد اتش بيديك 3 اي تي بي، والواحد فاد اتش 2 لما يدخل في الالكترون ترانسبورت سيستم بيديك 2 اي تي بي. طيب الطاقة اللي هي موجودة في الناد اتش اتفقنا ان هي ايه؟ 3 اي تي بي. امتى يدي 3 اي تي بي؟ اذا كان الناد اتش اللي اتكون ده اتكون داخل الماتريكس اوف ميتوكوندريا، يبقى لو اتكون داخل الماتريكس اللي في الميتوكوندريا خلاص يبدأ من اول الالكترون ترانسبورت تشين، يبدأ من أول السلسلة وبالتالي يديك 3 اي تي بي. طيب يبقى نبص بقى كده على النمبر، نحسب النمبر اوف الناد اتش اللي اتكون، عدد جزيئات الناد اتش اتكونت فين؟ كان في الجلايكوليسيس، عندك في الجلايكوليسيس أول حاجة خالص ادالك 2 ناد اتش صح؟ طيب في ده الخطوة رقم 1، الخطوة رقم 2 هو البريباراتوري رياكشن، التفاعلات التحضيريه، كانت بتدي ايه؟ 2 ناد اتش، لان الاثنين بيروفيت، ده جلوكوز هيدي 2 بيروفيت، بيروفيت صح؟ و2 بيروفيت بعد كده هتحولهم انت لايه؟ ل 2 اسيتايل كو انزيم ايه، وبالتالي فعلا هيدي لك ايه؟ 2 ناد اتش. الخطوه رقم 3 اللي هي الكريبس سايكل، دي كانت بتدي حاجتين، بتدي ايه؟ اول حاجة طبعا هتدي لك 6 ناد اتش مظبوط، زائد اللي هو رقم 2 ده اللي هو مين؟ 2 فاد اتش 2. يبقى كل دول بيعملوا ريموفال للهيدروجين، يعمل يحصل انطلاق للهيدروجين ويطلع عليه ناد اتش او فاد اتش 2. الخطوة الاخيرة طبعا هي الكترون ترانسبورت سيستم، هي بتعمل اكسبت، اللي بتعمل اكسبت للهيدروجين عشان تحوله لايه؟ تاخد الطاقة للهيدروجين ده وتحوله لايه؟ لاي تي بي. نحسبها ازاي بقى؟ نحسب الاول ده اللي موجود في السيتوبلازم، ده هيديك ايه ده؟ ده هيدي دول 2 اي تي ناد اتش. طيب الموجود في الماتريكس كام بقى؟ 6 و2، يبقى انا الموجود اهو عندك اهو الناد اتش اللي تكونوا فين؟ في الماتريكس الموجود في الميتوكوندريا، عددهم 2 زائد الايه 6 بيساوي 8. اتفقنا ان الناد اتش بيدي كام؟ بيدي كام؟ بيدي 3 اي تي بي. يبقى انا عندي كام دلوقتي؟ كام ناد اتش؟ عندي 8، يبقى 8 في كام؟ في 3، يبقى دي كام؟ 24 اي تي بي. يبقى كل الناد اتش اللي اتكون في الماتريكس بيديك 24 اي تي بي. اتفقنا احنا عندنا كام فاد؟ 2 فاد صح؟ ادا 2 فاد اهو. قلنا الفاد الواحد بيدي كام؟ الفاد بيدي 2 اي تي بي، يبقى 2 في 2 يبقى المحصله 4 اي تي بي. يبقى كده كام الطاقه الموجوده؟ 28 اي تي بي. طيب لسه فاضل الناد الموجود فين؟ الموجود في الناد اتش اللي هو طالع من الجلايكوليسيس، طالع في السيتوبلازم. الناد اتش الموجود في السيتوبلازم ده زيه زي الفات، يدي لك ايه؟ يدي لك 2 اي تي بي، يدي لك 2 اي تي بي في كل خلايا جسمك. لكن في آلية وميكانيزم أقول لك عليها دلوقتي، بتحول تقدر الخلية من خلالها إنها تاخد من ده 3 ATP بدل ما تاخد 2 ATP. طيب عندي 2 ناد اتش، يبقى 2 ناد اتش هقوله موجودين في السيتوبلازم، هيدو كام؟ هيدي لك 2 في 2 ATP، يبقى المحصلة دلوقتي 2 في 2 يديك 4
ATP، احسب الطاقة، تلاقي الطاقة 32 ATP. طيب 32 ATP اللي طالع فين؟ منين ده؟ طالع من الناد اتش او جزيئات الناد اتش. الجلايكولوس كان بيدي في المحصلة كام؟ في أول خطوة كان بتدي كام؟ كان بتدي 2 ATP. البريبراتور اكشن ما كانش بيدي، خطوة رقم 2 ما بتديش. الخطوة رقم 3 كانت اللي هي الكريبس سايكل، كان بيدي في 2 تيرنس 2 ATP. طيب بعد كده الكترون ترانسبورت سيستم في الحالة اللي قدامك دي بتدي 32 ATP، يبقى الطاقة بتساوي كام؟ 2 و2 4 و 32، يبقى بيديك 36 ATP. ده اللي بالطاقة الناتجة في كل خلايا جسمك ما عدا ايه؟ ما عدا الهارت والليفر. طيب زي ما قلنا ده اوفر فيو اوف سلولار ريسبيريشن، تنفس الهواء في وجود الاكسجين. الجلايكوليسيس هيديك، هيطلع هيدروجين، ريموفر اوف هيدروجين من السبستريت ويطلع 2 اي تي بي. ترانزيشن رياكشن او بريبراتوري رياكشن، ريموفر اوف هيدروجين فروم سبستريت اند كربون دايوكسيد، نو اي تي بي، نو اي تي بي. الكريبس سايكل ريموفر اوف هيدروجين ويديك كمان كربون فور كربون دايوكسيد طبعا في تو تيرنس، ويديك 2 اي تي بي افتر تو تيرنس. الكترون ترانسبورت سيستم هيعمل اكسبت، يبقى الخطوه دي والخطوه دي والخطوه دي ريموفر الهيدروجين على اتناد وناد وفاد وفاد اتش، لكن الكترون ترانسبورت دي اكسبت الهيدروجين from the other pathway and passes electrons into the oxygen to produce water and then produce a 32 ATP from the hydrogen. طيب احنا قلنا ان الخلايا بتدي 32، بتدي 36، كل خلايا جسمك بتدي 36 ATP ما عدا ايه؟ ما عدا الهارت muscles والليفر. The heart and the muscle able to gain two additional 2 ATP for each glucose molecules breakdown. يبقى لو عندك جلوكوز بدل ما يديك 36، لا ده عندها قابلية انها تحصل على 2 اضافيين. ده الكلام، معنى الكلام، يبقى بدل ما يحصل على 36 في الحالة دي يحصل على كام؟ 38 ATP. يبقى جزء الجلوكوز فعلا بدل ما يدي 36 يدي 38، بس فين؟ في الهارت والليفر. This gain is accomplished، الاثنين الزيادة دول is accomplished by increasing yield from NADH generated during glycolysis. أو النقطة بقى اللي أنا قلت عليها قبل كده، إن الطاقة الناتجة دي بدل ما يدي 36 يدي 38، يبقى الطاقة الناتجة منين؟ جاية من NADH اللي هو تكون فين؟ في الجلايكوليسيس. يبقى بدل ما يدي 4 ATP هيدي 6 ATP، وبالتالي يبقى عندك بدل ما يدي 32 ATP في الالكترون ترانسبورت تشين، لا ده يديك 34 ATP، 4 و 4 يبقى 38 ATP. In this cells NADH passes the electrons to an intermediary. يبقى عندك موجود كده ده الميتوكوندريا كده بالشكل ده، في هنا وسيط هنا كده بتمرر له NADH الموجود في السيتوبلازم اللي بره، بتمرر الهيدروجين والالكترون، وبالتالي يبدا يتكون داخل الايه ال داخل الماتريكس، يتكون جزء تاني من الايه الناد اتش. وطالما تكون في الماتريكس يبقى زيه زي اللي تكونه داخل الماتريكس، وبالتالي يبدا يولد الطاقه الموجوده، وبالتالي يبدا يتبع بقى من اول السلسله ويبدا يديك 6 اي تي بي بدل ما كان بيديك 4 اي تي بي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.